احتفالا باليوم العالمي للتراث الموافق 18 من إبريل من كل عام، والذي تحتفل به المنظمة الدولية للثقافة والعلم والتربية اليونسكو مع دول العالم منذ عام 1983، بهدف زيادة الوعي بتنوع التراث الدولي والجهود المطلوبة لحمايته والحفاظ عليه. افتتح معالي السيد محمد أحمد المر فعاليات مهرجان دبي وتراثنا الحي الذي نظمته هيئة دبي للثقافة والفنون في حي الشندقة التاريخي، وعلى مدى 7 أيام خلال الفترة من 17 إلى 23 من إبريل الجاري. هو حقيقة من الأشياء اللي تثلج الصدر أن في السنوات القليلة الماضية أصبح الاحتفال بالتراث في مختلف الإمارات حدث سنوي جميل. مؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية تحتفل به وتنظمه بشكل مهني وبشكل جميل وبشكل متقن، وتدخل فيه العديد من الفعاليات الأهلية والشعبية والمدرسية، وهذه من الأمور المفرحة، لأن حقيقة مع تأثيرات العولمة الكثيرة وجزء منها سلبي على الهوية وعلى التراث، فهذا النوع من المهرجانات حقيقة مهم جدا، وخصوصا للأجيال الصاعدة لكي تطلع على نوعية الحياة التي كان يعيشها أباهم وأجدادهم. يستقطب المهرجان أكثر من 40 حرفي من جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى الفعاليات التراثية المصاحبة للمهرجان والوسائل التشويقية كالبرامج الترفيهية المستوحاة من التراث وإقامة العروض الفنية ومعارض تراثية تؤكد على عراقة مجتمع دولة الإمارات. تعرفون الآن هناك خطة اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للنهوض بكل منطقة الشندقة التاريخية، وهذا سيشمل العديد من المشاريع الثقافية والتراثية في هذه المنطقة، وستكون منطقة الشندقة إن شاء الله في المستقبل من أهم مناطق الجذب الثقافي والتراثي والحضاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف المهرجان إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث العريق والمحافظة على العادات والتقاليد وتعزيز الوعي العام بالقيم الإماراتية الأصيلة وإلى التعريف بالحرف القديمة وأهميتها، كما يحرص المهرجان على تقديم الموروث الثقافي بأشكاله الأصيلة ليبقى خالدا في الذاكرة جيلا بعد جيل.